السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الأول إعدادي، كل سنة وأنتم طيبين. معكم مستر طلعت لغيطي من قناة ذكي الحساب. بس النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة على درس الأول في الجبر، وبيتكلم عن الضرب المتكرر في نون. طبعا الدرس ده مشروح، يعني أنا شرحه، وهتلاقي الروابط شرح الفيديو بتاع المنهج ده كله أصلا عامة، أو الدرس ده هتلاقي البلاي ليست كلها هتلاقي موجودة في وصف الفيديو. و انا جايب لكم هنا في الفيديو ده مجموعه من الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات، اسئله امتحانات عشان انت تاخد عليها وما تتفاجئش وانت بتحل امتحانات في اخر الترم، او حتى لما تيجي تعمل لك امتحان في الدرس او اي مكان، يبقى انت قادر انك تحل الاسئله ويبقى الدرس معاك يبقى سهل، لان انت اتعودت على اسئله الامتحانات. طبعا الكتاب المعاصر محلول برضو موجود، انا حله برضو، وهتلاقي كل ده موجود في وصف الفيديو. بس انا حبيت ان انا اعمل لكم مراجعات كتير على الدرس ده، لو حد مثلا فهم الدرس بعد كده ممكن يبص على المراجعات ويبص على الاسئله، هيستفاد كتير قوي 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 قوي. في الفيديو ده انا جبت لكم شويه اسئله لاسئله الامتحانات اللي بتيجي على الدرس ده، وبرده لسه في مراجعات تانية على الدرس الاولاني. يعني بعد كده هيبقى كل درس له تمارينه باستفاضه، مش تمارين اي تمارين كده وخلاص، واي مسائل وكم مساله كده والفيديو كده خلص والدرس ده كده خلص. لا طبعا، لان انا لاحظت ان اسئله الامتحانات يعني يكاد تكون ما بتجيش من المعاصر قوي، لان المعاصر بيديك افكار بس في نفس الوقت مش نفس الاسئله بالظبط، اما اللي انت شايفه قدامك ده هي نفس الاسئله بالظبط اللي هتلاقيها في الامتحانات. فقبل ما تتفرج على الفيديو لازم تكون انت فاهم الشرح، وهتلاقي برضو زي ما قلت لك رابط الشروحات دي كلها موجود في وصف الفيديو، فلازم تبص عليه الاول قبل ما تتفرج على الفيديو ده، لان طبعا لو انت ما عندكش خلفيه عن الدرس واتفرجت على الفيديو انت مش هتفهم حاجه، فلازم انت يكون عندك خلفيه بالدرس ده. ويلا نركز كده ويلا نخش على الدرس على طول. تعالوا هنا يا شباب كده نبتدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الدرس بيتكلم عن حاجه اسمها الضرب المتكرر، وطبعا احنا عارفين وعندنا خلفيه عنه. هنا بيقول لي 1 على 2 الكل اس 3، 1 على 2 الكل اس 3 يعني معنى كده ان الكسر ده مضروب في نفسه 3 مرات، هنمسك البسط لوحده ونمسك المقام لوحده ونجيب التكعيب بتاعه. 1 اس 3 ب1 يعني 1 مضروب في نفسه 3 مرات، 1 في 1 في 1. والاثنين اس 3 يعني 2 في 2 في 2 هتبقى بكام؟ ب8. طيب تعالى هنا نمرة 2، سالب 2 الكل أس 2، سالب 2 الكل أس 2. طبعا هنا السالب ده ناخد السالب الأول عشان بس إيه؟ ما تلخبطش نفسك. السالب هنا أس زوجي يبقى فيروح. و2 أس 2 بيديني 4، يعني 2 أس 2 بيديني 4. و3 أس 2 ما تقولش بقى، عشان في طلبة كتير بتغلط جدا في حاجة زي ديت. 3 أس 2 بيعتبرك كأنها مثلا 3 في 2، وده طبعا غلط. 3 أس 2 يعني 3 في 3. 3 في 3 بيديني كام؟ بيديني 9. المعكوس الجمع للعدد سالب 1 وثلث الكل اس 2. سالب 1 وثلث الكل اس 2. طبعا هنا اولا لازم نطلع القيمه ديت وبعد كده تجيب المعكوس الجمعي. خلي بالك لازم تاني لازم تجيب القيمه ديت وبعد كده تجيب المعكوس الجمعي. يعني مش عشان هي سالب هتبقى موجب، لا طبعا. ركز معايا. السالب هنا الاول، خد حاجه واحده بواحده، طبعا انت بتاخد علم جديد، طبيعي جدا انك تغلط، طبيعي جدا انت تبقى بطيء فيه. فانا عايزك تركز وبالراحه، وبعد كده هتيجي تبص هتلاقي بالاستمراريه ومع الخبره ومع الحل الكتير هتيجي تبص هتلاقي نفسك بتحل مسائل بسرعه جدا. السالب هنا اس زوجي فيروح، خلاص كده راح قشطه كده. هنا بقى لازم نرفع الكسر. الواحد في 3 ب 3 و1 يديني كام؟ 4. هتبقى 4 على 3 وبرده الكل اس 2. 4 على 3 والكل ايه؟ اس 2. 4 اس 2 يعني 4 في 4 بيديني 16، و3 اس 2 يعني 3 في 3 بيديني كام؟ بيديني 9. طيب هنا لحد كده انت لحد كده حليت بس الايه او طلعت القيمه بتاعت القوس ده. قال لك هنا انا عايز المعكوس الجمعي، بعد ما خلصت هنا عايز المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي طبعا معروف ان هو عكس الاشاره. 16 على 9 هتبقى سالب 16 على الايه؟ على 9. اوعى تقول لي بقى 9 على 16. طب تمام برضو. السؤال نمبر 4 هنا بيقول لي سالب وسالب 2 على 5 لكل اس 0. طبعا القوس ده هو كله، كل اس 0 ب1. اي حاجه اس 0 ب1، حتى لو كانت هي سالب هتطلع 1 برضو. بواحد، وفينا سالب قدام هيبقى سالب 1، سالب بره القوس يبقى سالب 1.
يبقى اي حاجه اس صفر بايه؟ بواحد. المعكوس الضرب للعدد سالب واحد اس خمسه برضو. هنجيب المعكوس، هنجيب القيمه بتاعت دي الاول وبعد كده نجيب المعكوس الايه الضربي. سالب واحد اس خمسه يعني الواحد ده مضروب في نفسه 5 مرات، السالب ده اس فردي يبقى السالب يطلع لي بره، لو سمحت يطلع لي بره. والواحد ده اس خمسه يعني واحد مضروب في نفسه 5 مرات هيبقى بكام؟ بواحد برضو. اللي لحد كده، لحد كده دلوقتي انت طلعت القيمه بسالب واحد. قال لك انا عايز المعكوس الضربي، قال لك انا عايز المعكوس الضربي، يعني اشقلب. اشقلب الايه؟ البسط مقام، والمقام يبقى بسط. هنا سالب واحد اصله على واحد. السالب واحد ده اصله على واحد، هيطلع هو هو برضو. هتشقلبه هيبقى برضو هو هو، هو نفس القيمه بتاعته. طب اذا كان الالف بكذا والباء بكذا فان الالف اس باء. هنشيل الالف دهيت ونحط مكانها القيمه اللي جايبها لي اللي هو سالب واحد سالب تلت. قلب هنا اس باء، الباء هنا بكام؟ ب3. السالب ده خد الاول السالب الاول، اس فرد والاس زوجي. قلت له يا مستر ما انا ممكن اعمل الاله حاسبه. ما قلنا يا حبيبي، ما احنا قلنا في المقدمه بتاعت الفيديو قلنا ما ينفعش بقى الحاسبه علشان ده حاجات خاصه يعني تمهيد للحاجه اللي بعد كده وهتستخدمها في تبسيط خطوات ثانيه. عايز تستخدم الاله الحاسبه مش هتاخد درجه، هتاخد درجه بس درجه الناتج، اما درجه الخطوات هتتخصم منك. حاجه يعني ايه؟ يعني ما فيش حد يقول لك الكلام ده. ما انا ممكن اروق دماغي واقول لك يلا يا ابني طلع الاله الحاسبه يا حبيبي ويلا تيكي 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 تك. ما انا مش خسران حاجه. تمام؟ فطبعا هتستخدم الاله الحاسبه انت الخسران، عايز تستخدم الاله الحاسبه براحتك. السالب هنا اس فرد بسالب، والواحد اس 3 بواحد، و3 اس 3 يعني 3 مضروب في نفسها 3 مرات، 3 في 3 في 3، 3 في 3 ب 9، و3 في 9 بكام؟ ب 27. طب سالب 1 على 5 لكل اس 3 في 4 على 3 لكل اس 0، عندك دهيات اس 0 دي بواحد، خلاص سيبك منها كانها راحت. شفت من المساله بقت سهله ازاي؟ سالب هنا اس فردي انزل لي زي ما هو، والواحد اس 3 بواحد، و5 اس 3 على 5 في 5 في 5 بيديني كام؟ 125. هنا نمرة 8، أ أ على باء الكل أس 2 في باء تربيع على أ تربيع. هنفك دي، أ أس 2 يعني بأ تربيع، تعالى هنا. وباء أس 2 بباء تربيع، ماشي. في الباء تربيع على الأ تربيع. في الباء تربيع على الأ تربيع، لو جبت لاحظ هتلاقي دي تروح مع دي. اسمع، ده على دي فال واحد، ودي على دي برضه فال واحد. يبقى الناتج هيكون كام في الآخر؟ واحد. هيكون كام؟ بواحد. طيب تلت اس صفر برضه قلنا اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد. يبقى كل ده بواحد زائد 2 اس 2. 2 اس 2 يعني 2 مضروب في نفسها مرتين، 2 في 2 ب 4. بقت 1 زائد 4 يديك القيمه بكام؟ ب 5. المعكوس الضربي لعدد سالب 3 من 10 عدد دائري، وده طبعا بقى جاب لك بقى الايه الترم الاول. ال 3 من 10 عدد دائري ده خلي بالك دي اصلها 3 على 10، بس عشان هنا عدد دائري خلي بالك هي المفروض 3 على 10، ما هي 3 من 10، بس علشان هي هنا عدد دائري فالمقام ده هناخد منه واحد، فهيبقى بكام؟ ب9. هيبقى بكام؟ ب9، والسالب تحطه زي ما هو. طبعا لازم نختصرها. هنقسم على 3، 3 على 3 في الواحد، و9 على 3 في الثلاثة، والسالب زي ما هو يبقى سالب ايه؟ تلت. يبقى النادر هيكون ايه؟ سالب تلت. طيب سالب واحد على 2 او سالب نص لكل اس 3 ناقص سالب نص لكل اس 2. هنطلع القيمه بتاعت دي ونطلع القيمه بتاعت دي. هنا السالب اس فرد بسالب واحد، و2 اس 3 ب 8. ماشي؟ ماشي. السالب ده، السالب ده خلي بالك، السالب ده اس زوجي يروح. خلاص؟ والواحد اس 2 ب 1، و2 اس 2 ب 4، وهنا في النص هنا ناقص. طبعا انت خدت الكلام ده في الترم الاول، سالب 8 ناقص الربع. تمام؟ أنا عارف هو هيطلع لي كام، يعني أنا عارف هيطلع لي كام، بس عشان برضو إيه أحل معاكم الخطوات. أضرب المقامات دي في بعض 32 وأعمل مقص، سالب 1 في 4 بسالب 1 أو سالب 4 آسف، وهنا السالب ده زي ما هو اللي هو في النص ده، والواحد في 8 بكام؟ ب 8. هيديني سالب 12 على 32. هعمل لها تبسيط، هعمل لها تبسيط، هقسم على 4 فال 3، وهنا هقسم سالب 3 و32 على 4 فالكام؟ فال 8، هيبقى سالب 3 على إيه؟ على 8. مش عارف تختصرها، ممكن تعملها على الآلة الحاسبة. هنا بيقول لي إذا كان ص أس 395 زائد ص أس 396 بتساوي صفر، فإن قيمة الص هنا بكام؟ قيمة حيث أن الص لا تساوي صفر. هتلاقي إن هنا 395 وهتلاقي هنا 396. يعني لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا أصلاً الأسس هنا مش متشابهة، إحنا بقى نخليها متشابهة. طيب نركز مع بعض كده في السؤال ده، تعالى نكتبه تحت هنا كده، ركز عشان السؤال ده حلو. احنا هنا لازم نخلي الاسس هنا متشابهه. الصاد 395 ديت هتبقى هي هي،
ولو جيت تلاحظ هتلاقي الصاد اس 396 ده عباره عن صاد اس 395 في صاد اس 1. خلي بالك انا وزعتها كده، انا وزعتها لان طبعا في الضرب بنجمع الاسس. تاني لما اجي اقول لك مثلا صاد اس 15 دي عباره عن صاد اس 8 في صاد اس 7، عشان كده 8 زائد 7 يديني 15. في الضرب بنجمع الاسس. فانا هنا عملت ايه؟ انا وزعت، خليت 395 في صاد اس 1 علشان بس يكون في هنا حدين شبه بعض. فلما خليت الاثنين دول شبه بعض اخد منهم واحد عامل مشترك، يعني انا هنحلها كانها عامل مشترك اللي هي صاد اس 395. اخدها من هنا واخدها من هنا واقول فيه وافتح قوس. اقسم دي على دي فالواحد زائد، واقسم ده على ده يديني ايه؟ اتفضل لي ايه؟ يعني 395 في صاد اس 1 على ده، ده هيروح مع ده وتفضل لي صاد. فامتى بقى يكون المقدار ده كله بيطلع صفر؟ ما ده معنى السؤال، امتى المقدار ده كله بيطلع لي صفر؟ لما يكون هنا الصاد اس 395 ديت هتتضرب في صفر. خلي بالك لما تكون صاد اس 395 دي كلها على بعضها تتضرب في ايه؟ في صفر. الناتج هيطلع لي بصفر. يبقى القوس ده كله يطلع لي صفر امتى؟ لما يكون الصاد بكام؟ يبقى الصاد هنا هتكون بكام؟ خلي بالك الصاد هنا هتكون بكام؟ بسالب واحد. هتكون بكام؟ بسالب واحد. هتبقى واحد ناقص واحد يديني كام؟ صفر. يبقى واحد ناقص واحد يديك كام؟ يديني صفر. يبقى لما تكون الصاد ديت قيمتها بسالب واحد. لما تكون الصاد قيمتها بايه؟ بسالب واحد. طب قال لي هنا اذا كان قالب بيساوي بقى، يعني اي رقم شبه بعضه، يعني خمسه بتساوي خمسه، هنا خمسه، هنا سته، سته وسته، سبعه، سبعه. قال لي فهنا اربعه على سبعه اس الف ناقص ب، يعني ما هي برضه هتبقى هي هي، يعني هنفترض كانها ارقام من عندنا مثلا خمسه ناقص خمسه يديني صفر، واي حاجه اس صفر بتديني كام؟ بواحد. 81% اصلها 81 على 100. قال لك هنا انا عايزها بالاس، اختصارها بالاس. ايه 81 دي عباره عن 9 اس 2، وال10 دي برضو اصلها اس ايه؟ برضو 2. اذا كان س على ص بتساوي سالب 3 على 4 فان قيمه س على ص الكل اس 3. الس هنا عباره عن سالب 3 الكل اس 3 اهو، برضو الس بسالب 3 والص ب 4. هنحط هتبقى سالب 3 هنا وال4 هنا والكل ده اس كام؟ اس 3. وتطلع الناتج بتاعك ده سالب اس فرد يطلع لي سالب برضو 3 اس 3 بيديني 27 على 4 اس 3 بكام؟ ب 64. طيب ا على ب بتساوي 5 من 10 فان ا على ب الكل اس 2. طبعا 5 من 10 دي يعني نص، يعني ايه؟ نص. فهتبقى هنا بتساوي نص الكل اس 2، يعني بتساوي كام؟ ربع. يعني بتساوي كام؟ ربع. اذا كان س بكذا والص بكذا فان س تربع ص تربع. ركز معايا في الحته دي قوي عشان تحلها بطريقه كويسه. طبعا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا اس تربيع وده برضو اس تربيع. الاثنين دول هناخدهم في عامل بالظبط ده، دي موجوده في كرتونه ودي موجوده في كرتونه، فهنجيب الاثنين ونحطهم هما الاثنين في كرتونه واحده. ركز في الحته دي قوي عشان تبقى سهله معاك، لان لسه فيها خطوات تانية وفيها مسائل تانية في الدروس اللي جايه. يبقى دي كرتونه ودي في كرتونه واحده، نحطهم هما الاثنين في كرتونه واحده. يعني ايه؟ دي اس 2 ودي اس 2، دي اسين اس 2 وص اس 2. هنجيب هما الاثنين ونحطهم في قوس والاثنين برضو اس 2، يعني اتعمل كده والكل اس 2. انا كتبت س والصاد وخليت الاثنين اس 2. شوف دي اسهل، ركز في الحته دي قوي. طب لو كان مثلا س تكعيب ص تكعيب برضو هنجيب هنقول هنجيبهم الاثنين في بعض، س في صاد والكل اس 3. س ص الكل اس 2، الس ب 1 على 3 في الصاد 3 على 2 والكل اس ايه؟ 2. اختصر الاول وبعد كده هات التربيع. اختصر الاول الثلاثه دي تروح مع الثلاثه دي وتفضل لي 1 على 2 الكل اس 2، 1 على 2 الكل اس 2 ب 1 على 4. يبقى الناتج هنا قلبي هيبقى كام؟ 1 على 4. طب الالف هنا بيساوي 3 باء، فان الف على باء الكل اس 2، الف على باء الكل اس 2. الالف ده يا اولاد دي من خواص التناسب، الالف هياخد القيمه الرقم بتاع الناحيه الثانيه اللي هو 3، يبقى هنا هتبقى 3، والباء تاخد رقم بتاع الناحيه الاولانيه اللي هي قدامها هنا بس ما بتكتبش اللي هو الواحد، فيبقى هنا واحد. يبقى الكل اس كام؟ اس 2. 3 اس 2 ب 9 و1 اس 2 ب 1، يبقى هتبقى 9 على 1 ف 9. طب هنا بيقول لي اكمل بنفس النمط 19، الصوره رقم 19 نص بعد كده رابع بعد كده 1 على 16. هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا بيضرب في المربع، يعني 2 في 2 ب 4، 4 في 4 ب 16، 16 في 16 وهطلع الناتج، والناتج اللي يطلع لك من هنا برضه هيتضرب في نفسه مرتين، ال 2 في 2 ب 4، 4 في 4 ب 16، ال 16 في 16. طب هنا نص وربعين
3 على 16، 4 على ايه؟ 5. لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا واحد الباست 1 2 3 4 5، لو جاي قال لي كمان كمل 6 7 8 ده الباست. طب المقام برضو نفس الشيء، بيضرب في المربع 2 في 2 ب 4، 4 في 4 ب 16، 16 في 16 اطلع الناتج اللي هنا، وده برضو هيتضرب في نفسه ايه؟ مرتين. وبكده احنا وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا، واتمنى يا رب ان انتوا كنت يعني ايه استفدتم، يكونوا يا رب ايه استفدتم، وان شاء الله اتقابل في مراجعه جديده برضو على نفس الدرس، لان في افكار كتير قوي الدرس ده. واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.